هي قديش نجحت بالكدا الاغنيه هذه لوغلا وقت اللي هبطت على شين يوتيوب اوفيسيال لسعد المجرد؟ كنت تسمع في قولي متى لسعد المجرد واليسا نجحت بالكدا على يوتيوب اغنيه تريند 100% كالعاده نبارتاجيو معاكم لي مومون فور كالعاده وخاصه لي ميوزيك فور على لي زوند نتاعنا دو كاب اف ام. نمشي بكم تدسويت الى اغرب العادات والتقاليد حول العالم، زعما شنو باش تكون من مهرجانات من احتفالات من عادات وتقاليد بعض العائلات في بعض الدول الغربيه. نمشي بكم كنت تسويت بأكثر التفاصيل الغرائب وعجائبة. غرائب وعجائب. هو أكثر من 3814 ثقافة مختلفة في العالم، لكن كل واحدة وتقاليدها الخاصة اللي تبعها الناس. مع التطور والتقدم خلى البعض الأساليب والممارسات القديمة وراء ظهور التحديث، ولكن رغم هذا ما زالت فما بعض العادات الغريبة اللي تم توارثها على مدار السنوات، كما مثل رمي الأسنان وغيرها من العادات الغريبة. وفي تقرير اللي باش نحكيوه تدسويت اللي كان تم نشره وكانت العديد من التفاعلات الكبيرة لي في العالم الكل، نحكي على شعلة العيد اللي إشاعة الناس في ألمانيا النيران ضخمة في أجزاء مختلفة من البلاد والعادة هذه القديمة، ومعها يرحبوا بالربيع ويطردوا أرواح الشتاء الشريرة هكا حسب ما يعتقدوا هما في بعض الأجزاء، معظمها في ولاية شمال الراين وستيفاليا، ويتم إشعال نار في عجلة خشبية كبيرة من ثم تدحرج على منحدر لضمان حصاد جيد. هذا بالنسبة إلى ألمانيا، لكن نمشيو إلى تصوروا انتم في بوليفيا كيك يكون في وسطه الفلوس. في بوليفيا يحتفل الناس بنهاية العام ويرحبوا بالعام الجديد بخبز العملات المعدنية في الكاك، وان يعتقدوا انه وقت اللي يلقى اللي يأكل المخصوم تاع الجاتو يلقى الفلوس، دونك باش يحالفوا الحظ في العام المقبل. نمشيو الى رمي الاسنان في اليونان اللي هي ما فماش جنية اسنان في العالم الكل وغير هذايا، وقت اللي تيح سنين نتاع طفل صغير يرميها في السطح، وقت اللي يرموها يعبروا على رغبتهم في انه تكون اسنانهم جديدة قوية وصحيحة. هو العادة هذه ظهر لي عنا منها شوية في تونس، معنا شوية كسنة ترمية للسنة متاعك للشمس وناس تفايلوا انها تكون للسنة اللي بتطلع في بلاصتها تكون اقوى بشوية، لانها عادات لا اساس لها من الصحة وعادات متوارثة من بعض الثقافات القديمة واللي خلينا نقول ثقافات جاهلية شوية. دونك نحكيه على الطماطم في اسبانيا اللي هي عندها المكان الكبير لها لغلا وعندها مهرجان خاص بها زادة توماتينا اللي هو مهرجان لرمي الطماطم على الأشخاص. المهرجان هذايا الممتع زادة مش قديم في الواقع، لكن بدأ في عام 1945 ولليوم يقام كل عام في آخر 4 من شهر أوت، وهذا بعض القواعد اللي تحكم المهرجان كما عصر الطماطم قبل رميها واحترام الآخرين حتى يتمكن الناس كل من قضاء وقت ممتع كما تشاهدوا تدسويت في الصورة الموجودة في الستريمينغ. نمشي بكم تدسويت إلى الآيس كريم الجلاس يجمع في أيام الصيف الحار، لكن نحكيه على منغوليا اللي يحبوا تناول خلال أبرد أيام الشتاء، يحبوا يأكلوا الجلاس وقت اللي تكون الدنيا باردة، ولا نحكيه زادة كيف كيف على البيع المتجولون اللي يبيعوا في الجلاس في الصناديق الورقية دون الحاجة إلى المجمد، لأنه درجات الحرارة توصل حتى للأقل من 22 درجة. نمشي بكم إلى كوريا الجنوبية، يعطي الكوريين معنى خاص لميلاد الطفل الأول، لأنه اليوم اللي باش يختارون فيه المصير متاعهم، وين طقوس تسمى دولجابي، وين يتم وضع أشياء مختلفة قدام الصغير كما كتاب كما فلوس كما فرشاة رسم، اعتماد على ما يختاره الصغير، وباش يتنبأ بالمستقبل متاعه. على سبيل المثال إذا كان اختار الطفل فلوس باش يكون من الأثرياء، وإذا كان اختار الكتاب باش يكون من الأذكية. هذه بالنسبة إلى عادات كوريا الجنوبية. نحكيه ونمشيه للدنمارك، نحكيه على دولة تمتلك تقريبا تقاليد محددة، واحد يتم اتباعه في ليلة رأس السنة الجديدة وقت اللي يتبادل الناس القبولات لحظة ميلاد السنة الجديدة في الدنمارك. تقليد غريب، فقبل انه تضرب الساعة منتصف الليل بقليل يبقى الناس على الكرسي ويبدأوا يحضروا في رواحهم للقفز في ثانية مع بداية العام الجديد. يعتقد ان نسيان القفز ينجم يجلب الحظ السيء، دونك وقت اللي في اللحظة الأخيرة
نتاع راس العام الجديد، دونك قبل بثواني يطلعوا فوق الكراسي وقت اللي الدق الساعه، دونك بطبيعه منتصف الليل وبدايه عام جديد هما ينكزوا مكان الكراسي هذوكم. دونك نحكيو زاد كيف كيف في الصين اللي هي قريه في الصين بعنوان بتسميه ريدياو، دونك معروفه بالنساء اللي عندهم شعر طويل في العالم، وعاده ما يحتفظوا بشعرهم ملفوف تحت الحجاب يوصل حتى متوسط طول شعرهم حوالي 3.3 قدم، وتخلي النساء وشعرهم باش ينمو لانهم يتصوروا انه باش يجلب لهم حياه طويله. ونحكيو زاد كيف كيف انه قصه مره واحده في حياتهم في سن 18 سنه اللي يظهر انه الفتاه مستعده للجواز. دونك خذوا واحده من الامثله اللي موجوده في الصين اللي هي طفله في سن 18 سنه دونك عرست، دونك ولات النساء الكل تحاول تخلي شعرها طويل على خاطر الطفله اللي عرست في 18 سنه شعرها اطول من النساء الاخرين. دونك عادات تقاليد غريبة برشا دونك ريناها من بدايتها اللي نحكيه على مهرجان الفصح في ألمانيا اللي يقوموا بإشعال عجلة مطاطية وبعد يرموها على المحاصيل باش تجيب لهم الحصاد الجيد. نحكي زاد كيف كيف الكيك اللي موجود في وسط الفلوس دونك في ألمانيا في بوليفيا عفوا، لكن في إسبانيا مهرجان الطماطم توماتينا، دونك الجلاس حاجه غريبه اللي ناكلوها نحن في الصيف دونك تضرنا معدتنا ولا تضرنا جرجمنا في الشتاء، دونك هما ياكلوها كان في الشتاء الكلاسي يحبوه دونك في الشتاء في منغوليا، لكن زاد كوريا الجنوبيه الصغيره اللي هو يختار مصيره من خلال ادوات يحطوها قدامه. في الدنمارك القفز على الكرسي قبل بلحظات من راس السنه، في الصين قص الشعر مره واحده في حياتهم. دونك غرايب وعجيب وعادات وتقاليد تختلف من دوله الى دوله اخرى، وكل بلاد وارتالها كل بلاد وعاداتها وتقاليدها، لكن هذوما الاهم اللي دولتهم صفحات عالميه كبيره وصفحات من الأخبار المنوعات اللي تفاعل عفوا معها الجمهور بصفة كبيرة جدا. ولكن كالعادة نحن نكون معكم بأكثر المعلومات في عجائب وغرائب. غرايب وعجايب، عجايب وغرايب، هي كيف كيف مش عارف علاش ما حد دخلتش المخي يعني العكس. يلا سينو دونك كالعادة تلقاو معكم ديما تفاصيل موجودين على لي باج فيسبوك انستغرام يوتيوب راديو كاب اف ام. نوصل معاكم للخمسة و17 دقيقة، تحياتي لكم الناس الكل، نتلاقاو بعد لحظات في موجز اخبار الخمسة ونص، لكن غير هذايا موزيكتنا حلوة تستنى فيكم في اوميجا توت سويت بيغاوا.